معالي الوزير، تكلمت في سياق كلامك على ما يعرف بالصيانة. نحن الآن نعرف أننا متواجدون في أزمة يعني مالية تكلمت عليها معالي الوزير. هل ربما يعني فكرتوا في حلول يعني لتمويل يعني هذا المخطط يعني الصيانة، يعني ليكوفيكس ما يعرف بالأعباء الثابتة، يعني منين راح تجيبوا هذه الأموال؟ يعني مثلا سواء لصيانة الطرقات، سواء للمحركات، قطع الغيار إلى غير ذلك. شوف، هو النفقات تاع التسيير السنوية ما تأثرتش يعني لتضمن الصيانة بالنسبة لكل المؤسسات والمجمعات والمؤسسات اللي تابعة للقطاع، ونقول سواء القطاع تاع الأشغال العمومية والنقل ولا باقي القطاعات. عندك رقم معالي الوزير شحال يعني الأعباء يعني هذه الثابتة المخصصة ربما للصيانة؟ يعني هي أعباء تقيم ب ملايير الدينارات. ملايير الدينارات تختلف من قطاع النقل إلى قطاع الأشغال العمومية. ثم الجديد كذلك هو مثلا بالنسبة للطريق السيار شرق غرب، الجديد هو الذهاب إلى الدفع، إلى الدفع، ولذلك على مستوى الدفع يعني ما يعني توضعوا التسعيرة، يعني المواطن اللي يدفع شحال التسعيرة متى ستكون ربما؟ بالنسبة أولا قبل ما نقول شحال التسعيرة ومتى ستكون، نقول هل هيئنا الظروف بالفعل، هل الظروف مهيئة مراكز الدفع؟ مراكز الدفع تم الشروع في إنجازها، مقسمة حسب ثلاث مناطق، من الشرق مؤسسات تتكفل بها، من الوسط الشطر تاع الوسط مؤسسات، ومن الغرب مؤسسات أخرى حتى نسرع في الإنجاز. واليوم نسبة الإنجاز تاع مراكز الدفع تبلغ حوالي 65%، وإن شاء الله نرتقب أن نهاية 2018 تكون للتاريخ نتاع الشروع في الدفع. الآن كم التسعيرة والتسعيرة إلى غير ذلك؟ التسعيرة كما أسلفت دائما في تصريحاتي، الدولة ما عندها، الدولة لا تتاجر، نعم بالفعل، والدولة غرضها ومقاصدها موش جلب الأموال لجلب الأموال. احنا غرضنا هو كيف نضمن الصيانة، كيفاش نضمن الصيانة، كيفاش نحافظوا على هذا الطريق اللي هو في الحق تاع المواطن. المواطن إذا دفع 25 دورو في الكيلومتر أو أكثر أو أقل، هو حتى يضمن هذا المكسب الكبير اللي يبقى له مدى الحياة. ولذلك فيه لجان، فيه لجنة تقنية مع كتب بدراسات مختصة راهي تقوم بصبر الآراء، بدراسة الأمر هذا. الأمر هذا ما نجمش نقول بالتقريب، ولكن سوف يعلن عليه في أوانه، السعر سوف يعلن عليه الأوان. ولكن شيء نقدر نأكد به هو أن السعر هذا سوف يراعي القدرة الشرائية تاع المواطن، ويراعي من جانب آخر كيف نضمن مدخول، هذا المدخول يوجه بالأساس إلى ضمان الصيانة والمحافظة على هذا الطريق. نعم. طبعا الطريق هذا راح تكون فيه أشياء أخرى مش غير في الدفع، راح يقدم خدمات أخرى مقابل هذا الدفع. فيه مثلا راديو خاص بالطريق السيارة شرق غرب، فيه سيستم تاع النجدة تاع الطوارئ على مستوى الطريق السيار، فيه اللي مرتق عليه لي بي ام في اللي هو لي بانو ميساج فاريابل، يعني اللي تكون فيه إعلام مستعملي الطريق كامل على بما يجري على المسار، يكون على باله المواطن وهو يسوق السيارة تاعو واش راهو صاري على 10 كيلومتر على 20 كيلومتر إلى غير ذلك. ثم نظام مراقبة عبر الكاميرا، يعني نظام أمني عبر الكاميرا يعرف ما يسرى على طول الطريق السيارة شرق غرب، وهذه فرصة كذلك تتاح لي حتى نعلم المواطنين كما تتبعوا بلي فخامة رئيس الجمهورية كان أمر باستكمال طريق السيارة الغرب اللي كان متوقف على مستوى ولاية الطارف اللي كانت تخص 84 كيلومتر، كانت موضوع نزاع بينه وبين مجمع كوجار الياباني، وتم اتخاذ الإجراءات. واليوم مؤسسة شتيك الصينية راهي تشتغل على هذا المحور 84 كيلومتر حتى إن شاء الله يتم استلامه على في غضون 16 شهر.